صباح الخير يا بسنت، صباح الخير على كل المشاهدين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر. في الحقيقة من 4 سنين فاتوا بدأ في مصر تجربة شبابية مهمة جدا وملهمة. التجربة دي بدأت بحلم، حلم جمهورية جديدة بتستوعب الرأي والرأي الآخر طالما حب الوطن هو الغاية. 4 سنين كبر الحلم وقدر ان هو يجمع كل الاطياف الشبابيه والحزبيه والسياسيه كمان تحت مظله واحده وعلى ارضيه وطنيه مشتركه. التجربه دي هي تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، التجربه اللي في حد ذاتها قدرت ان هي توصل لحقيقه مهمه جدا، وهي ان الحوار والمشاركه بين الاطياف السياسيه المختلفه في مصر هو امر ممكن، أمر طبيعي وأمر صحي كمان، وبينجح وبيستمر، لأن دايماً الاختلاف في الفكر لا يفسد للوطن قضية. ده حقيقي يا أحمد. التنسيقية بتضم شباب من الأحزاب والسياسيين من اليمين واليسار، من المؤيد والمعارض، قدروا ان هم يقعدوا على ترابيزه حوار واحده يتبادلوا فيها وجهات النظر، قدروا ان هم يتبادلوا الرؤى ويصيغوا مشروع سياسي بيعبر عن الشباب، فبالتالي قدر انه يخلق حاله حواريه بتنطلق من ارضيه وطنيه زي ما انت قلت يا احمد، طالما حب الوطن هو الاولويه. ده حقيقي، بس انت يعني علشان كده أصبحت نموذج، يعني حقيقي نموذج ملهم لكل يعني شاب بيفكر اللي هو يشتغل في العمل السياسي، وبقت تجربة بيحتذى بيها كمان. يعني يمكن التجربة دي هي كمان أسفرت عن حالة من الحوار وحالة من المشاركة ما بين الشباب، اللي يمكن غيرت نمط ومفهوم الشاب السياسي التقليدي اللي كان دارج لدى يعني المواطن بشكل عام. التجربة دي كمان كانت مصدر ثقة من القيادة السياسية اللي دعمت أعضاء التنسيقية في المواقع التنفيذية، وأصبح في 6 من أعضاء التنسيقية نواب للمحافظين، قدروا اللي هم يكونوا نواة حقيقية للتغيير على الأرض، وكمان يكسبوا ثقة الناس ويحصلوا على كمان 48 مقعد في المجالس النيابية. بنتكلم هنا على مجلس النواب وبنتكلم على مجلس الشيوخ، ده غير تمكينهم في عدد من الجهات التنفيذية أيضا المختلفة، وسواء كانت المجالس الإعلامية والهيئات الوطنية والصحفية كمان. خليني كمان أكلمك يا أحمد عن التفاعل اللي هم بيعملوه على أرض الواقع، تفاعل التنسيقية مع كل الأحداث الاجتماعية اللي بتحصل في مصر، وكمان في المشروعات الكبيرة المهمة زي مثلا بنتكلم على حياة كريمة، في كتير من شباب التنسيقية متطوعين للعمل في المشروع ومتابعة حجم الإنجاز اللي بيتم. دايما يا بسنت كمان على طول بيكون في تواصل مع المواطن، تواصل مع الشباب، ودايما بيكون فيها حملات من حملات التوعية بكل الظروف المحيطة. يمكن آخر حملة توعوية ظهرت من الكيان أو من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت حملة سوا هتعدي لتعريف المواطن بالأزمة الاقتصادية العالمية اللي موجودة، وزي نقدر اللي احنا نعدي بيها بالتكاتف. هي تجربة مهمة، تجربة ملهمة زي ما بنقول، ومشاركة متميزة من الشباب في العمل السياسي و العمل العام. ده بيخلينا نتفائل، لأن يعني مصر بتتغير بسواعد ولادها، ويمكن زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تنمية ولا نهضة دون الشباب. علشان كده في حاجة حلوة بتحصل على الأرض فعلا بسواعد شباب مصر. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.